أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء فالهاي تتقى والخوارق جمة جبريل رواح بها غداء الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباقي المعجزات غناء نسخت به التوراة وهي مضيئة وتخلف الإنجيل وهو ذكاء. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، هذا برنامجكم ونمارق مصفوفة، ونحن اليوم في أفياء الجزء 25 من كتاب ربنا جل وعلا. والجزء 25 يبتدئ من قول الله عز وجل في سورة فصلت إليه يرد علم الساعة، وينتهي بخاتمة سورة الجاثية التي بعدها سورة الأحقاف التي هي بدء الجزء 26 من كتاب الله الكريم. أما قول الله عز وجل إليه يرد علم الساعة، فهذا من مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، وتقديم الجار والمجرور قبل ذكر العلم دلالة على الحصر، وهذا من أساليب العربي في كلامها، والقرآن يعضد بعضه بعضا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويقول في لقمان إن الله عنده علم الساعة. فإذا جئنا للسنة وجدنا حديث جبريل المشهور قال أخبرني عن الساعة، قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل، فيتضافر هذا كله، تبين لنا معنى قول الله إليه يرد علم الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها. هذا بعض الإجمال في قول الله إليه يرد علم الساعة من سورة فصلت. نأتي الآن لسورة الشورى. سورة الشورى سميت بهذا الاسم لقول الله عز وجل عن أوليائه الصالحين وعباده المقربين وأمرهم شورى بينهم. والرسول في مقامه العظيم ومنزلته الكريمة التي أتاه الله إياها كان يشاور أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. الإنسان العاقل يعلم أنه الله عز وجل لا يجمع كل شيء لأي أحد، فإذا استشار ثم استخار ثم عزم فقد وفق لسواء السبيل. لكن الذي يستشار ينبغي أن تكون فيه صفتان: الصفة الأولى محبته لك حتى لا يغشك وإن كان يعلم، والأمر الآخر علمه بالشيء الذي تستشيره فيه، فإن فقد أحد هذين قلما أن تجني نفعا منه. كذلك ينبغي لمن يستشار في غالب أحواله أن يضع لنفسه شيئا ما عند من يشير يستشيره، حتى لو قدر أن الأمر عاد إلى أوبة يكون له فيه مخرج. يقولون إن أحد ملوك اليمن في سالف الدهر، وكان في ذلك العصر يقال لهم، يعني يبدأ الملوك بأن يقال ذو، تسمعون عن ذي يزن، تسمعون عن ذي القرنين، لذلك رجح بعض العلماء أن يكون ذو القرنين من اليمن، وإن كان هذا ليس شرطا لكن كان هذا مشهور. فكان أحد ملوكهم اسمه ذو رعين، وقبل أن يتولى الملك كان أخوه ملكا، فاستشار بعض من حوله أن يقتل أخاه وينفرد بالملك فأشاروا إليه. كان أحد وزرائه اسمه ذو رعين، اسمه ذو رعين، هذا أحد الوزراء. فذو رعين كان يرى أنه ليس من الحكمة أن يقتل ذلك الرجل أخاه وينفرد بالملك، فلما طلب الملك المشورة، طلب ذلك الأخ المشورة، كتب ذو رعين كتابا وأعطاه للملك وقد ختمه، وقال له قد تحتاج ذات يوم لأن تقرأه، بعد أن أشار عليه أن لا يفعل. قتل ذلك الرجل أخاه، تولى الأمر وحكم. فلما حكم أبى النوم أن يأتيه، كل يوم يتذكر قتله وسفكه لدم أخيه، فأخذ يثأر ويقتل كل من أشار عليه بقتل أخيه، حتى وصل إلى ذي رعين. فلما وصل إلى ذي رعين أمره أن يفتح الكتاب الذي أعطاه إياه من قبل، فوتحه وجد فيه بيتين من الشعر يذكر فيهما عذره: ألا من يشتري سهرا بنوم، سعيد من يبيت قرير عيني، فإما حمير غدرت وخانت، فمعذرة الإله لذي رعين. كانوا يسمون الملوك إله. ألا من يشتري سهرا بنوم، سعيد من يبيت قرير عيني، فإما حمير قبائل اليمن غدرت وخانت، فمعذرة الإله لذي رعين. المقصود أن الله عز وجل قال هنا وأمرهم شورى بينهم. من آيات سورة الشورى
من آيات سورة الشورى قول الله عز وجل فيها: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذه الآية كانت وما زالت يختلف العلماء في تأويلها، فيروى عن ابن عباس مع أنه من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول كثير من العلماء، على أن المعنى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يقول ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد من قريش إلا ولده، يعني يفي إلى عدة بطون من قريش، يصبح معنى الآية على تأويل ابن عباس ومن وافقه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي أن لي حق عظيم فيكم فأنا منكم، فراعوا حق قرابتي وانصروني على من ناواني واعينوني على دعوتي إلى الله. هذا مفهوم الآية عندما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنها، ووافقه كثير من العلماء. القول الآخر وينسب هذا إلى بعض العلماء وبه نقول والعلم عند الله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي أن المعنى شأني شأن الرسل الذين قبلي، لا نطلب أجرا، فالأنبياء والرسل لا يأخذون أجرا على دعوتهم، لكن يبقى لهم حظ أعطاهم الله إياه، هذا الحظ يناله بعض من له علاقة بهم ولا صلة أوجدها الله مثل صلة القرابة، فأنت تستطيع أن تتبرأ من صديقك تجد عليه غدرا خيانة نقض عهد فتقول لو هذا فراق بيني وبينك فلا يصبح صديقا لك، أنت تستطيع أن تفارق زوجتك فتقول أن يقول الرجل ما لزوجتي أنت طالق فلا تصبح في ذمته، لكن أخاك أباك أختك أمك قرابتك لا تستطيع أن تخلص منهم. يعني لو أن أحدا قال لأخيه لأبيه وأمي أنت لست أخي، هذا لا يغير في الأمر شيئا، هو أخوك، ولا يستطيع أحد أن يتبرأ من أمي أو أبيه. فهؤلاء لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم يلحقهم من الشرف ما لا يمكن أن ينفك عنه، ولذلك لما جاءت الشريعة بأن آل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطون من الزكاة، يأتي قائل فيقول ولو كانوا فقراء، هو ينظر ما العلة التي من أجلها لا يعطون شرفهم وقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه العلة يمكن إزالتها يمكن محوها؟ محال، فالعلة هذه ثابتة لا تتغير. صحيح بقواعد الشرع أن العلة الحكم يدور مع العلة، نعم الحكم يدور مع العلة، لكن العلة هنا راسخة لا يمكن نزعها، لا يستطيع أحد من بني هاشم يقول أنا لا أريد أن أكون من بني هاشم، ليس الأمر إليك. فلما كانت العلة ثابتة أصبح الحكم ثابتا، فلا يعطى بنو هاشم من الزكاة أيا كان حالهم، لكن يمكن أن يعطوا على هيئة هدايا أو غيرها من ولي الأمر، هذا شأن آخر من بيت مال المسلمين. لكن المقصود هنا الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يؤيد هذا المعنى أن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم شكى إلى النبي جفوة قريش له، فقال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن أحدهم حتى يحبكم لله ثم لقرابتكم مني. فمحبتنا لأي أحد في الله أبي يشترك فيها بنو هاشم وغير بني هاشم، لكن محبتنا لبني هاشم لأمرين: لله وهذا حق لكل مسلم، ولقرابتهم من النبي صلوات الله وسلامه عليه. أذكركم الله في آل بيتي صلوات الله وسلامه عليه يقول، وذلك الكميت الأسدي شاعر من شعراء الشيعة في ذلك الزمن، إنما على نجمه لما عرف قدر بني هاشم، ولكن إلى أهل الفضائل والتقى وخير بني حواء والخير يطلب، بني هاشم راعي النبي فإنهم بهم ولهم أرضى مرارا وأغضبوا في بائية شهيرة. هذا المقصود في تفسير آية الشورى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. نأتي الآن لسورة الزخرف، نحن الآن في الجزء الرابع والجزء الخامس والعشرين. سورة الزخرف كذلك هي سورة مكية، فيها آيات كثر مررنا على كثير من معاني تلك الآيات فيما مضى. سنأتي عند قول الله عز وجل عن فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. الحديث هنا عن موسى عليه السلام، موسى لما دعا ربه قال واحلل عقدة من لساني، لم يسأل الله أن يحل كل ما في لسانه من العقد. ويقول بعض أهل العلم معلقا إن أهل الآخرة لا يسألون الله كل شيء في الدنيا، هذه الحبسة يفهم كلامه عليه السلام، لكن العقدة كلها لم تحل، بقي شيء من أثرها، هذا الأثر بقي
حتى وجده فرعون وهو يخاطب موسى، ولهذا قال موسى لربي وأخي هارون وأفصح مني لسانا. فقال فرعون للملأ، يقول اللعين لمن حوله: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ضعيف ليس له حسب يعتمد عليه، لأنه من بني إسرائيل، ولم يكن بنو إسرائيل يومئذ سادة في الناس في ظل حكم الفراعنة، ولا يكاد يبين، أي ولا يكاد يفصح للحبسة التي في لسانه. قال الله عز وجل بعدها: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. والمعنى أنه كان يريد أن الأنبياء يحيون حياة الجبابرة. الجبابرة يوم ذاك كانوا يعني يتحلون بالأسورة، يسير معهم من يحفهم، فهو يقول أن الأنبياء لا يكونون مثل هذا، وهو لا يعلم أن الله عز وجل قال عن أنبيائه: يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فلما قال يأكلون الطعام نفى عنهم الملكية، يعني ليسوا ملائكة، ولما قال يمشون في الأسواق نفى عنهم الكبر والملكية، أي ليسوا ملوكا، هم ليسوا ملوكا ولا ملائكة، هم بشر ممن خلق الله، اصطفاهم الله واجتباهم وخصهم بالرسالة، وقال الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذه الحبسة وجدت حتى في بعض الأخيار. سيبويه الإمام النحوي المعروف كتابه إلى اليوم يدرس، لكن يقول معاصروه: لو رأيت سيبويه وهو يناظر يحاور لرحمته لحبسة في لسانه، لأن الحبسة التي في لسانه تعيقه على أن يفصح، على أن يقول مراده، على أن يظهر حجته، فيرحمه من يراه. في حين أنك لو قرأت كتابه ورأيت قدرته العقلية على الأقل في التنظيم لعلمت أنك أمام إمام عظيم في النحو، وقد كان سيبوي كذلك بلا ريب. هذا ما يتعلق بسورة الزخرف. نأتي الآن لسورة الدخان، نحن نضطر نتكلم على عجل حتى نحاول أن نأتي على السور كلها. قال الله عز وجل في سورة الدخان: واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون. هذا الكلام لموسى عليه السلام، وهذا مر معنا كثيرا، لكننا نحن مقيدون هنا بمسألة الحديث في الجزء 24. رهوا بمعنى ساكنة، تركه موسى ساكنة، مضى فرعون، أغرق فرعون. وهنا يبين لك كيف يختار الله عز وجل لك، وهذا ليس كل أحد يختار الله له، لكن من صدقت نيته عظمت سيرته فالله عز وجل هو الذي يختار له ويمكن له الأمر من حيث لا يحتسب أي أحد، ويأتيه ما يحاول خصومه أن يبعده عنه. فالأمور كلها بيد الله. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. نأتي لسورة الجاثية، فيها قول الله عز وجل: إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. النسخ الكتابة، ويأتي بمعنى الإزالة، يأتي معنى الإزالة في قوله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هنا بمعنى الكتابة. للعلماء أقوال كثيرة في معنى الآية، يظهر لنا أن جامعها ما يلي: اللوح المحفوظ فيه ما يقع لبني آدم أو ما يقع في الكون كله. هناك ملائكة تنسخ في ليلة القدر ما في اللوح المحفوظ لعام كامل، وهناك حفظة على ذلك العبد يكتبون عمله. يوم الاثنين والخميس يعرض الحفظة على الذين نسخوا من اللوح المحفوظ العمل، فيجدونه مطابقا موافقا فيطمئنون، فيبقى الأمر هذا إلى أن يطوى الكتاب. أعيد: اللوح المحفوظ فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة. هناك ملائكة في ليلة القدر يكتبون ما هو كائن إلى عام، والحفظة يكتبون ما يقع كل يوم. فإذا جاء يوم الاثنين أو يوم الخميس تعرض الملائكة الحفظة الذين كتبوا الأعمال على الملائكة الذين استنسخوا ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، فيجدونه موافقا، ويمضي الأمر كله إلى أن يأتي العام الذي حول العام نفسه، فينسخ الملائكة كرة أخرى، ويمضي الأمر على هذا حتى يكتب الله عز وجل قبض روح ذلك العبد فيطوى كتابه، فيقال له يوم القيامة: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول أهل الإشراك أهل الفسق: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وجدوا ما عملوا حاضرا
ولا يظلم ربك أحدا. إذن هذه السور الكريمة التي تتحدث أو تضمنت الجزء 25 من كلام الله، خاتمة سورة فصلت، ثم كما بينا سورة الشورى، ثم الزخرف، ثم الدخان، ثم الجاثية. الدخان سميت بهذا الاسم لأن الله عز وجل قال: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. هذا الدخان هل هو من أشراط الساعة أو قد مضى؟ فيه خلاف مشهور، لأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه كان يرى أن هذا قد وقع في زمن النبوة، لكن دلت أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن الدخان سيكون يوم القيامة قبيل يوم القيامة، على أنه شرط من أشراط الساعة. رجح بعض العلماء هذا، ومن أخذ بنص الحديث وسنده كونه صحيحا أخذ بقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الجاثية سميت بالجاثية لأن الله عز وجل قال فيها: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. قال العلماء: معنى وترى كل أمة أي كل أهل ملة، كل أهل ملة. سورة الزخرف سميت بسورة الزخرف لأن الله عز وجل ذكر ذلك عنها وزخرف، لما ذكر: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم، إلى أن قال: وزخرفا. فجعل الله عز وجل ذلك من زينة الدنيا التي لو قدر الله أن كتبها لكل أحد لبطل الاختيار ولأصبح الإيمان اضطراريا. فنجد أنه ما من سورة سميت إلا وقد مر تلك المفردة من اسم السورة في ثنايا تلك السورة الكريمة. أما سورة الشورى فقد بينا، وقول الله عز وجل فيها: وأمرهم شورى بينهم. هذه السور المباركات المتابعات يجمعها شيء واحد، كلهن مبدوءة بقول الله عز وجل: حاميم، فيقال لها جملة: آل حاميم. غافر، الشورى، فصل، غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية. وتسمى روضات القرآن، ليس فيهن حكم شرعي، كلها تتحدث إما عن قصص لأقوام قد مضوا وأنبياء قد بلغوا، أو فيها وعد ووعيد وليس فيها حكم شرعي. وقد تسمى آل حاميم، وبعضهم يسميها الحواميم، والأول يقول: يذكرني حاميم والرمح شاجر، فهل تلا حاميم قبل التقدم. فهذه آل حاميم تسمى كما بينا روضات القرآن لما فيهن من العظات، وقد كان كثير من سلف الأمة يحرص على قراءتها بين الحين والآخر، عل الله عز وجل أن يرقق بذلك قلبه ويطيب فؤاده، والقرآن كله كذلك. لكن الأمر عندما تريد أن تعلم حكما فقهيا غير أن تريد أن تصلح في قلبك شيئا أفسده مرور الأيام وتوالي الأعوام. الجزء 25 قلنا ينتهي عند خاتمة سورة الجاثية، يبدأ بعده الجزء 26 المبدو بسورة الأحقاف. قول الله عز وجل: إليه يرد علم الساعة، الأكمل هنا يقف الإنسان، لأن ما بعدها لا يتعلق به فاتح الغيب. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، هذا من مفاتيح الغيب الخمسة. لكن قول الله عز وجل: ما تخرج من ثمرات من أكمامها، ليس من مفاتيح الغيب التي استأثر الله عز وجل بعلمها. إذن يأتي من هنا قاعدة: لا يصح الحكم على الشيء فردا وهو في شيء مجموع، لا يصح الحكم على الشيء فردا وهو في شيء مجموع، يعني لا يعطى المجموع حكم الشيء الفردي إذا استقل. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. فالله الآن جمع ما بين هذه الثلاثة، جمع ما بين هذه الثلاثة، لكن حكمها هنا في الحج واحد، أن الحج لا ينبغي أن يكون فيه واحد من هذه الثلاثة، لكن حكم هذه الثلاثة إذا استقل ليس واحدا. فالله يقول: الحج أشهر معلومات، من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. فالجدال يقبل بالتي هي أحسن، والفسوق لا يقبل بكل حال، والرفث مرغب فيه مع الزوجة. الله يقول: وقدموا لأنفسكم. فاختلف الحكم لما تفرقوا، واتفق لما اجتمعوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث علي: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منال الأرض. مع أنك إذا نظرت إلى هذه الأربعة كلها في حكم واحد وهو اللعن، لكنها إذا فرقتها
فالذبح لغير الله شرك، وتغيير منار الأرض فسق، ولعن الوالدين من الكبائر. فتختلف واحدة عن واحدة. وليت كثيرا ممن يأتي إلى بعض الأحكام الشرعية ولا حاجة للتفصيل يتبصر هذه القاعدة، وهو يستنبط الأحكام من كتاب الله أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسر إرادة حول الجزء 25، والعلم عند الله، والحمد لله رب العالمين.